بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي هنا وسعادة كده يا رب على طول. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل معاكم الكبدة بالطريقة بتاعت أم محمد. المكونات اللي معانا هيبقى فصين ثوم ومعلقة فلفل أسمر صغيرة ومعلقة كمون ومعلقة ملح وطماطمتين صغيرين وسط متقطعين وبصلايه متقطعه وقرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر وسط. قبل ما نبدا يا حبايب قلبي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بسم الله، يلا هنبدا مع بعض يا حبايب قلبي. اول حاجه هنحطها الزيت باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما نكترش. عايزه تحط زيت، عايزه تحط سمنه، براحتك خالص حسب الرغبه يعني. تاني حاجة هنحطها البصل. استنى ما الزيت يتقلي. اهو هنحط البصل اهو، خلاص نديله تشويحة. اما البصل يدبل شوية، مشروحة بسيطة يعني. وهنجيب الكبدة بقى. وتاني حاجة هنحط الكبدة في قلب البصلة. هنبدأ نشوحها مع البصلة كده لحد ما لونها يتغير خالص. هنفضل نقلب فيها يا حبايب قلبي. وهنحط فصين الثوم المفرومين عشان الثوم ده بيدي لها طعم تاني ويخلي طعمها جميل. هي الكبده اساسها الثوم اساس. وبعدين هنقوم حاطين الكمون والفلفل الاسمر، ده اساسي عشان الزفاره بتاع الكبده. هنقلبهم مع بعض ونسيبها لما تاخد وتدي شويه، وبعدين نحط الميه بتاعتها اللي تنشف ونقوم حاطين الطابور. دلوقتي يا حبايب قلبي الميه نشفت اهي منها خالص زي ما انتم شايفين. هنبدا نحط الطماطم، لان الطماطم دي شيء اساسي اللي بتسوي الكبده وبتخليها دايبه في البق كده وبتخليها جميله. وهنحط الملح بالمره كمان علشان هي خلاص خدت وقتها هي، بس احنا هنسيبها شويه كمان. وقبل ما تخلص، قبل ما توصل للشكل النهائي وقبل ما تستوي، هنقوم حاطين لها الفلفل، لان اللي مش عايز الفلفل يستوى قوي عشان يفضل ايه شكله باين كده في الكبد. هنغطي عليها بقى ونسيبها شويه ونرجع لبعض تاني. ودلوقتي يا حبايبي اهو هحط الفلفل عشان هي خلاص اهي قربت، خلاص اهي عشان انا مش عايزه الفلفل يبقى دبلان قوي عشان شكله يبان في قلب الكبده، شكله يبان في قلب الكبده ويبقى بالشكل ايه، شكله يبقى شكله حلو في الطبق كده وشكله يليق بيك. على فكره انا جبت الكبده وغسلتها ونقعتها بالخل والملح والليمون، وفي ناس بتحبها مغسوله وفي ناس ما بتحبهاش، بس احنا في ايام صعبه لازم كل حاجه تيجي من بره تتغسل قبل ما تتعمل في البيت. واما شويه كمان وهنرجع لبعض تاني. ودلوقتي يا حبايب قلبي وصلنا للتسويه اللي انا عايزاها والشكل النهائي بتاعها اهوت، وبسم الله ما شاء الله بالف هنا وصحه. وهنقدمها في الطبق ونوريها لكم تاني. وده الشكل النهائي، وده الشكل النهائي يا حبايب قلبي. بألف هنا وصحة يا رب وبألف هنا. وما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس وتدعموني باللايك علشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.